الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. على بركة الله تعالى نبدأ بحثنا تحت عنوان الانفجار العظيم، نظرية علمية في تطور الكون تبدد الإلحاد. أنتم دائما في حواراتكم معنا نحن الملحدين تستدلون بنتائج العلم الحديث لإثبات عقائدكم وآرائكم. نحن إنما نحتج عليكم بالعلم الحديث لأنكم تدعون أن منهجكم منهج علمي وأن فلسفتكم قائمة على نتائج العلم، فنلزمكم بما أسلفتم به أنفسكم، ولأنكم لا تؤمنون بأدلة دينية لذلك نحاوركم نتائج العلم. وعليه نرى أن العلم الحديث يثبت أن لا خالق للكون سوى الكون نفسه، فلا يوجد إله وصانع للكون عكس ما تعتقدون أنتم. وكيف توصلتم إلى هذه النتيجة علمياً، والتي على أساسها بنيتم رأيكم في الإلحاد؟ توصلنا لهذه النتيجة بالاعتماد على نظرية علمية هي نظرية الانفجار العظيم التي وضعها العالم الروسي الإسكندر فريدمان والعالم البلجيكي جورج لوماتر. فهذه النظرية تؤكد أن الكون هو الذي أوجد نفسه من خلال هذا الانفجار العظيم، فلا خالق له. من الواضح أن أي إنسان نبيه ممكن له أن يدرك بسهولة أن كلامك في فضلك هو فيه حذقة. نظرية الانفجار العظيم هي نظرية في تفسير تطور الكون، وليست قانونا، وليست هي حتى نظرية في تفسير خلق مادة الكون الأصلية التي حصل لها الانفجار. وهل هناك فارق بين الكون وبين مادته الأصلية؟ طبعا يوجد فارق بينهما، وفارق جوهري، وهو أساس الخلاف بيننا وبينكم. هذه الإشكالية هي نفس إشكالية خلق الإنسان الحاصلة بيننا وبينكم. فأنتم تقولون إن خلق الإنسان يكون طبقاً لقوانين تطور الطبيعة ولا دور لخالق في خلقه، بينما نحن نقول إن قوانين الطبيعة إذا كان لها دور فيكون دورها في تكاثر الإنسان، أما في خلق الإنسان الأول فلا دور لها، فالإنسان الأول هو خلق من خلق الباري تعالى. وعلى هذا الأساس نرى أن نظرية الانفجار العظيم هي نظرية في تفسير تطور الكون، وليست نظرية في تفسير نشوء مادة الكون الأصلية. كما أننا لا نعرف الضابطة التي جعلتك تختار هذه النظرية دون عشرات النظريات والقوانين في تفسير تطور الكون، فهل تستطيع أن تقول لنا ما هي الضابطة؟ الحقيقة لا توجد ضابطة، لكنها هي النظرية الأكثر شيوعاً، لذلك وقع عليها اختياري. للأسف، هل تعلم بأن عالم الفلك الألماني يوهانس كيبلر لديه قانون يفسر به انتظام الكون وحركة الكواكب يسميه قانون الملاك العظيم، وهو قانون وقبل ذلك الانفجار العظيم، فلماذا لم يقع اختيارك عليه؟ وهل تعلم بأن عالم الكونيات الإنجليزي فراد هويل، وهو أحد مؤسسي نظرية تسمى نظرية الحالة، وهي نظرية تفسر تطور الكون،
وكان هويل أبرز المشككين في نظرية الانفجار العظيم. لذلك أطلق عليها في تصريح إذاعي سنة 1950 اسم البيج بانج أو الانفجار العظيم استهزاء بها، وهو الاسم الذي اشتهرت به فيما بعد. فلماذا لم يقع اختيارك عليه؟ بالتأكيد ليس لديك أي إجابة، لأن منهجكم هو منهج انتقائي لا يقوم على تداعيات علمية موضوعية. وإذا كنتم تؤمنون بنظرية الانفجار العظيم كنظرية في تفسير تطور الكون، فإن القرآن الكريم قد سبق الجميع في بيان تطور الكون من خلال قانون أو حقيقة الفتح، حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وهذا الإعجاز العلمي كفيل للدلالة على وجود الخالق الحكيم. فما عليك نصيحة لك والآخرين إلا أن تكون موضوعيا في الطرح، وما عليك إلا ترك الانتقائية وترك المراوغة والفذلكة. فمنهج الإلحاد يؤدي بكم إلى مهاوي الفكر، مهاوي السلوك البعيدة عن مكارم الأخلاق والفكر والإنسانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.